لم تصدق هذه العوائل التي فرت من القرى المحيطة بقضاء الشرقاط إنها وصلت إلى بر الأمان أخيرا بعد إنقاذها من قبل القوات العراقية داخل صحراء ووديان ملتهبة الأجواء وبعد سير على الأقدام لثلاثة أيام متتالية لم تتذوق خلالها إلا القليل من الطعام والماء. والله صار لنا ثلاثة أيام بس صحراء، والله جت لنا الجوع والعطش والضيم والوسخ، وقاتلين بوادي يضربون بينا من الجبل بهوانات يضربون بينا على الوادي، وطلعونا على بيت وفتنا بيت وحضروا علينا مفخخات اثنين، لما الله جاب الجيش ضربهم وتفجر قبل لا وصلنا وانهزمنا بجزيرة بس صحراء. تعامل داعش ويانا مو زين، وجقاير ماكو ومسواق قليل وما يخلونا نطلع، بنزين ماكو، السيارات وحركة قليلة. والله وضعنا أبشر، لولاكم ما أبشر، والله طحنا بالقع، والله يبقى من اللوع والعطش. استخدمهم دروع بشرية، استخدمهم لرقاية المفخخات، ضربهم أغلبها هاونات، ولكن والحمد لله وفي فضل الله وفضل هؤلاء الرجال استطعنا أخراجهم في سلم السلام. ونعم أكو جرحى ولكن خفيفة الحمد لله. 500 عائلة فرت من قضاء الشرقاط التي تشهد القرى المحيطة به عمليات تطهيرها من داعش، ولم تجد العوائل مكانا تلجأ إليه إلا هذه القاعة بمنطقة سايل الحجاج التي تتبع قضاء بيجي. الفارون من قبضة داعش نجوا من الموت بأعجوبة بعد اختبائهم في الوديان وهم يتعرضون إلى قصف الهاونات. جينا من الجمع، اي والله بنام، والله خلعنا حتى الشياب اللي ما يقدرون خلعناهم. داعش ورا البيوت يفتر، واحنا خاتلين بيت مقفلين على انفسنا، بيت مالطين مقفلين على انفسنا، الا شفنا الجيش جي. مي مالح وخبز نخبز، عندنا طحينات نخبز وناكل، ما نستجر نطلع من البيت، لا يجون ياخذونا وياخذون ولدنا. الهاربون من جحيم الموت لم يصلوا جميعا إلى بر الأمان، فناحية الزوية وبحسب مسؤوليها ستصبح مثل سنجار بمأساتها، فمصير أغلب العوائل ما زال مجهولا حتى الآن. الآن ناحية الزوية هي كلها مهجرة، هي خارج الحدود الزوية، قامت حصابات داعش الإرهابية بتهجيرها إلى المناطق المجاورة. الآن هم توزعون بين الشعاب والجبال بين القرى المجاورة لناحية الزوية، وللأسف الشديد لم نلاحظ أي اهتمام من الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية بهذا الجانب. نحن الآن سنجار ثانية، عوائلنا في الجبال، عوائلنا في الوديان، ولا نعلم ماذا يحدث غدا. هادي العنبقي، الحرة.